طبعا اتصل بيه كله مغلق. فاحنا ايش راح نسوي حتى يعني ما نحس نفسنا ان احنا فشلنا او ما قدرنا؟ ايش راح اسوي؟ راح اوقف هنا واكون قريب على منطقة ساحة الوثبة ونسأل لأن هو من عرفنا من عنده عرفنا انه هو يشتغل قريب من ساحة الوثبة من مكان ساحة الوثبة. فاحنا شو راح نسوي؟ راح نوقف قريب ونسأل نتعرف على الناس نشوف محمد يعرفونه ما يعرفونه وهكذا.